اللهم يا من شفيت أيوب وكشفت ضر يعقوب، اللهم اشف كل مريض يتألم ولا يتكلم، اللهم اشف كل مريض لا يعلم بحاله إلا أنت، اللهم إني أسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب المرض، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارفع عنهم ما هم فيه، اللهم افرغ عليهم وعلى اهليهم صبرا، اللهم وارزقهم الرضا بالقضاء وعاجل الشفاء، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين.